مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة. مرحبا بخوتي، مرحبا بخواتاتي، مرحبا بعائلتي الثانية. بعد هطول أمطار الخير مشاهدينا، شوفوا شوارع المدينة كيفاش ولات نقية. شكون اللي تيعجبو هاد الجو ديال الشتاء اللي كان الحمد لله ونشكره، هذه رحمة ونزلت علينا الرحمة. كما قلنا ديما ربي سبحانه وتعالى الرحمه ديالو راه كتنزل علينا شويه بشويه، وحنا نكونوا داك العبد الملحاح اللي ديما نطلبوه وديما نترجوه يرحمنا برحمته، والحمد لله. اكيد سبق لينا ودرنا مباشر، والبارح ملي كانت هذيك العجاج وبقينا تنقولوا يلا اخوتي، الهدف من هذا المباشر هو اننا كلنا نرفع كفوفنا لله سبحانه وتعالى ونطلبوه ما نملوش ونطلبوه ما نعياوش، نقولوا يا رب ارحمنا برحمتك، بغينا الشتاء يا رب. الحمد لله ربي رحمنا برحمته ونزل هذا الخير، ونزلت هذا الشتاء تقريبا، يعني الا جينا نشوفوا راه تقريبا في كل المدن المغربيه، وهذه رحمه. الحمد لله والشكر لله، هذه نعمه. الحمد لله والشكر لله، كنحمدك يا رب وكنشكرك. فاكيد الا لاحظتوا معنا كنا في امس الحاجه لهذا الشتاء، الفلاح يفرحوا لانهم قلبوا الارض، محتاجين الشتاء، احنا خوتي محتاجين نشوفوا يعني غير ديك الغبره على الاقل ما تبقاش، محتاجين نشوفوا نفرحوا بهذا الجو ديال الشتاء، محتاجين يعني كنحسوا بها رحمه، وفعلا هي رحمه. فمشاهدينا كما كتلاحظوا شوارع المدينه تنقات، طلبوا الله سبحانه وتعالى يصفي قلوبنا وينقي قلوبنا وينزل الرحمه في قلوبنا، نحنوا في بعضياتنا ونحبوا بعضياتنا. طلبوا الله سبحانه وتعالى يغسل القلوب ديالنا كما تغسلت هذه الشوارع، كما تغسلت شوارع المدينه. طلبوا الله سبحانه وتعالى يغسل قلوبنا من الحسد والحقد والكره، وتملأ القلوب ديالنا بالحب، حب الغير، نحبوا لبعضياتنا الخير، داكشي اللي كنبغيو لنفوسنا نبغيوه لبعضيات لواحد اخر. تنزل المحنة والمحبة بين الخوت، لأن ولينا خوتي كنشوفوا شي حوايج ما كيعجبوناش وشي حوايج كيضرونا في خاطرنا. بغينا نشوفوا يعني ولينا كنشوفوا الخوت كيحقدوا على بعضياتهم، الخوت كيجريوا على بعضياتهم، الخوت كيضربوا بعضياتهم، الخوت كينكروا بعضياتهم. ولينا كنشوفوا الولاد كيضربوا والديهم ويجريوا على والديهم للزنقة. يا رب يا رب اغسل قلوبنا من الحقد والحسد، وملأها بالحب، نحبوا بعضياتنا، وداك الشيء اللي كنبغيو لنفوسنا نبغيوه للغير. فمرحبا بكم خوتي، ومرحبا بكل متتبعي قناة شوف تي في في هذه الجولة هنا بشوارع مدينة خريبكة. كما كتلاحظوا معنا يعني شوارع المدينة نقية، تغسلات، تنقات. هذا الشيء علاش كنقول يا رب كما تغسلت هاد الشوارع غسل قلوبنا من الحقد والحسد. حنا ماشي ملائكة، كنغلطو، نقدروا نحقدوا، نقدروا نحسدوا، نقدروا، ولكن بغينا الله سبحانه وتعالى يغسل قلوبنا، ما بغيناش نحقدوا ولا نكرهوا، بغينا يكون قلوبنا عامرين بالحب لبعضياتنا. فمرحبا بكم خوتي، شكون اللي كيعجبو هاد الجو ديال الشتا؟ سبق لينا كيما قلنا درنا واحد المباشر ملي كانت العجاج، والبارح نهار الثلاث، حيت الاربع ما خدمتش، الثلاث كانت عجاج، يعني اللي لاحظتوا معنا تقريبا راه ملي درنا المباشر بداو خوتنا كيكتبوا لنا في التعاليق، بدينا كنسولوا يعني واش كاع المدن كل واحد يقولنا المدينه اللي هو فيها وكيداير الجو فيها. لقينا تقريبا ديك العجاج كانت تقريبا في كل المدن المغربيه، وبقينا كنطلبوا الله وكنهزوا كفوفنا الله سبحانه وتعالى. قلنا ربما تكون ساعه استجابه، وربما كانت ساعه استجابه، لان الله سبحانه وتعالى استجب للدعاء ديالنا. طلبنا الشتاء، طلبنا الرحمه تنزل، والحمد لله والشكر لله. اذا خليونا خوتي دائما نكونوا حنا داك العبد الملحاح، لان يعني الله سبحانه وتعالى عزيز عليه العبد الملحاح. نطلبوا ما نعياوش، نطلبوا الله، نطلبوش العبد. اما العبد الا طلبتيه اليوم مرحبا، غدا مرحبا، تكثر عليه ما يكرهك وما يبغيكش ويدور وجهه عليك، لكن الله سبحانه وتعالى تيحب العبد الملحاح. طلبوا في كل دقيقه، في كل ساعه، في كل ثانيه،
وعزيز عليه العبد الملحح. خليونا نكونوا ذاك العبد الملحح. ربي راه حنا عزاز عليه الا كنا كنطلبوه، وما نعياوش وما نملوش، ويكون ايماننا قوي، يكون ايماننا قوي. كنطلبوه كلنا يقين انه غادي يستجب لنا في الوقت اللي كيشوفه الله سبحانه وتعالى مناسب. راه دعوتك مستجابه، غير الله سبحانه وتعالى كيعطيها لك، كيلبي لك داك الطلب ديالك في الوقت اللي الله سبحانه وتعالى تيشوفه مناسب ليك. اذا ما نعياوش وما نملوش. فمرحبا بكم مجددا، مرحبا بكل متتبعي قناه شوف تيفي اللي عاد التحقوا بنا في هذا المباشر، وحنا في هذه الجوله في المدينه وفي شوارع المدينه. كما قلنا خوتي يعني توحشنا هذا الجو، شكون اللي عزيز عليه الجو ديال الشتاء بحال هذا؟ كما كتلاحظوا معنا شوفوا الشوارع المدينه كيفاش تنقات. الحمد لله بخير. سلمى اهلا وسهلا، نحاول نقرا شويه التعاليق ديالكم خوتي. مرحبا بكم، مرحبا بالجاليه، هذه مدينتكم. ربما كاينين اخوتنا اللي من مدينه اخرى، يبقى شوفوا شوارع المدينه كيفاش ولات. وكذلك سبق لينا درنا مباشر، كنا درنا جوله في المدينه، والبارح نهار الثلاث يعني فاش كانت العجاج، ونهيت المباشر من امام المكانه في المدينه خوتي، وطلبت منكم، وفعلا والله كان تجاوب. قلكم يلا خوتي الهدف من هذا المباشر كلنا نهزو كفوفنا الله، لعلها ساعه استجابه وربي يرحمنا. كانت واحد الغبار، واحد العجاج، واحد الريح اللي خطرنا قنط ملي شفناها، قنط، حسينا بالخوف، حسينا بالقنطه، ولكن لجأنا الله سبحانه وتعالى وفتح لنا بابه واستجب لنا الدعاء ديالنا. كنا واحد كانت واحد عدد المشاهده كبيره. قلت لكم خوتي يلا كلنا 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 نهزو كفوفنا الله سبحانه وتعالى، واي واحد حدا وليداته ولا عائلته ولا صحابه يعلمهم ونهزو كفوفنا ونطلبوا الله لعلها ساعه استجابه. والحمد لله ربي استجب للدعاء ديالنا ورحمنا، وشفنا الشتا تبارك الله تقريبا راه ربي رحم كل المدن المغربيه اللي مازال ما وصلتهم الشتا. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحمهم ويرحم جميع المسلمين يا رب. سلمى سلمى شكرا، الله يفرج الهموم يا ربي امين. غير بقاو طلبوا الله ماشي العبد، دائما نطلبوا الله سبحانه وتعالى راه كيستجب الدعاء. اذا خوتي حنا وسط المدينه كما كتلاحظوا معنا امام المكانه، ومن امام المكانه طلبنا الله سبحانه وتعالى. جميع كنا واقفين هنايا دايرين جوله، وكنشوفوا الاجواء كيفاش دايره، وكنشوفوا هذيك الغبره وداك العجاج اللي كان نهار الثلاث، ووقفنا امام المكانه وقلت يلا خوتي خليونا نوقفوا وقفه وحده ونهزوا كفوفنا الله لعلها تكون ساعه استجابه. واكيد كانت ساعه استجابه وربي استجب لنا، لان كانت الشتا بدات كتصب هذيك الساعه. شحال من واحد قالنا في التعليق اختي عندنا العجاج، عندنا العجاج، عندنا العجاج، شويه ولاو تيقولوا عندنا راه بدات الشتا. وكذلك مدينه خريب بدات الشتا كتصب ديك الساعه. اذا حمدنا الله وشكرناه. فكما قلنا خوتي الشتا غسلات شوارع المدينه ولات نقيه كما كتلاحظوا معنا. كنطلبوه يغسل القلوب ديالنا يا رب، غسل قلوبنا من الحقد والحسد والبغض والكره، وزرع في قلوبنا الحب لبعضياتنا وحب الله يا رب. اذا مرحبا بكم خوتي. هي الاجواء في المدينه كي داير الجو عندكم نتوما خوتي؟ اختي ما رسلتيش ليا النمره سيمو بام خويا يمكن نسيت. شوف سيمو، شوف راه نقدر ثاني ننسى، ولا ملي كنسى لي مباشر كيتصل يهضر معايا شي حد حتى كنسى. شوف سيمو خويا، واي واحد بغى الرقم ديالي او عنده شي موضوع وبغانا ان بغى قناة شوف تيفي انه تشارك مع الموضوع ديالو، يعني سواء في خريبكا او النواحي او في كل المدن المغربية، غادي تدخلوا للصفحة تشوف تيفي غادي تلقاو رقم الهاتف ديال الادارة 05
تلقاو رقم الهاتف، غادي تتواصلوا مع الاداره، غادي تحكيوا المشكل اللي عندكم او الموضوع اللي عندكم والمدينه اللي نتوما فيها، وتخليوا رقم الهاتف ديالكم، راه هما غادي يحولوا لنا داك الموضوع ديالكم. الا كان مثلا في خريبكه والنواحي راه غادي يعطيوه ليا انايا، تعطيه ليا الاداره وانا غادي نتصل بكم. كان شي مراسل اخر في مدن اخرى راه كيحولوا الموضوع للمراسل. اذا او تواصلوا، دخلوا للصفحه وتواصلوا في الماسنجر. اللهم بارك وزيد في ذلك يا رب. رشيد يا ربي امين يا رب. اكيد اكيد طلبوا اخوتي، ما بقاو ما نكونوش يعني بغينا نكونوا عبد ملحاح. طلبوا الله. الله على مدينتي، توحشتها احلام. مرحبا باختي احلام ومرحبا بك في مدينتك. اكيد دابا انت مادام توحشتي المدينه ديالك راكي غايبه عليها، اذا انا غادي نرحب بك وغادي يرحبوا بك ساكنه مدينه خريبكه اللي هما اولاد مدينتك، راهم تيرحبوا بك اختي. مدينتك شنو نقدر نقول لك على مدينه خريبكه؟ كنقولها دائما وتنكررها، ناس خريبكه ما شاء الله، ناس الجود والكرم، ناس الى جا البراني، حيت كنقولوا البراني لان حنا كنا خوت وكنا مغاربه وكنا مسلمين، ولكن كنقولوا هذه الكلمه ديال البراني متداوله عندنا. كيفاش زعما براني جيتي من مدينه اخرى؟ يعني هذه المدينه ماشي مدينتك، ما كبرتي فيها، ما تربيتي فيها، ما تزدتي فيها، كتسمى براني. كنقولوها بالدارجه ديالنا، ما الحمد لله ما كاين لا براني لا والو، ما كايناش العنصريه. هاد الناس او ساكنه مدينه خريبكه والله ما تحس براسك براني بحكم تجربتي معاهم. انا ماشي بنت المدينه، هاد الناس حضنوني حبوني حسوني انها مدينتي، حسوني انها مدينتي والله. وسط حبابي، ما كاينينش هنا، ما عنديش العائله هنايا، ولكن الحمد لله كنحس بحال راه وسط العائله ديالي ما شاء الله على ساكنه مدينه خريبكه. بحكم انني كنخدم هنايا وساكنه هنايا، ناس الجود والكرم. دليل على ذلك في عيد الاضحى يعني مشيت لمدينتي عيدت فيها، الاتصالات ما وقفوش، امتى غادي ترجعي، امتى غادي تجي، امتى غادي ترجعي، امتى غادي تجي، يعني حسوا ببلاصتك، حسوا بانك خصك ترجعي وسط منهم. هذا حب الحمد لله لله، يعني ما بغوا منك والو، ما بغيتي منهم والو، حبوك دخلتي وسط منهم وليتي منهم. تحيه لساكنه مدينه خريبكه والله، وكنقسم فمي بالله ماشي مجامله، ماشي مجامله، انا معروفه اللي كاينه راه تنقولها، ماشي مجامله. الله يعمر هذا سعد قلبي الكاميرا، علاش مقلوبه الكاميرا ولا شنو؟ انا تيبان ليا مزيان. الياس كيقول الله يعطيها لنا على قد النفع. اكيد دائما كنطلبوا الله، كنبغيو الشتاء وكنطلبوا الله يعطيها لنا على قد النفع، خصوصا البنيه التحتيه اللي عندنا تقريبا في كل المدن المغربيه هشه، الله يعطيها لنا على قد قوادسنا. راه ما عندناش، راكم عارفين كلشي. تقول لي ماروكان فعلا احمد خويا، فعلا راه قلتها كاع المغاربه الحمد لله قلبهم كبير. الدليل ثاني مره اخرى نعطي دليل، لان نعطيكم بالدليل، ملي كنديروا شي مباشر، كنديروا شي مباشر على تكون شي حاله اجتماعيه، يعني كيكون نداء لكل المغاربه فين ما كانوا، كيكونوا داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، كنشوفوا الخير تبارك الله، كنشوفهم كيمدوا يد المساعده، كنشوفو حتى اللي ما عندوش باش يعاون كيعيط ويقول كلمه طيبه او كيكتب كلمه طيبه. كنشوفو البارطاج، كيقول انا ما عنديش باش نعاون، ولكن غنبارطاجي، ربما بالبارطاج ديالي غادي توصل لواحد عنده باش يعاون ماديا. فعلا قلبهم كبير. سعد تيقول قلبي الكاميرا نشوفك. مرحبا خوتي، انتم عارفين انا اغلبية دائما ما تنبغيش نبان، علاش؟ كنبغي دائما نديرو شي موضوع
نركزوا غير في هذاك الموضوع، كانت حالة اجتماعية نحاولوا اننا نبارطاجيوها جميع، ولكن تحت الطلب ديالكم، لان حتى نتوما ما كتخسروش ليا، تنكون دايره مباشر، كنطلب منكم كتكون شي حاله اجتماعيه وكنطلب منكم تبارطاجيو وما كتخيبوناش، كتعاونوا معنا، كنمد يدي كتمدوا يديكم كنتعاونوا جميع، لان حنا بلا بكم ما نقدروش نديروا شي حاجه، حنا كننقلوا الواقع، نتوما كتبارطاجيو معنا، كتعاونوا معنا ماديا مع الناس، ماشي كتعاونوا مع الناس ماديا كتفرحوهم كتفرحوهم كتفرحونا حتى حنا، حتى حنا كنفرحوا. الله يفرحكم. مرحبا خويا سعد، غادي نقلب الكاميرا، حنا تحت الطلب ديالكم، غير واحد هذا تشوفونا ونسلم عليكم. مرحبا بخوتي اللي طلبوا انهم يشوفوا الاخت نادية، انا معكم مشاهدي قناه شوف تي في، كنتوحشكم ديما، البارح ما خدمتش والله الا توحشتكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف الف خير يا رب. نهاركم مبروك، نتمنى ان شاء الله، نطلب الله سبحانه وتعالى الله يرفع علينا هذا الوباء، الله يرفع علينا هذا الوباء، والله يشفي كل مريض وكل مصاب، والله يرحم جميع اموات المسلمين يا رب. صباحكم مبروك، قلبوا الكاميرا باش نشوفوا الاجواء كيفاش دايره في مدينه اخرى يبقى. نعم مشاهدي قناه شوف تي في، للتذكير حنا على المباشر من مدينه خريبكه، وكنتواجدوا في شارع محمد السادس المعروف بشارع الزلاقه امام المحكمه الابتدائيه، دابا غندوزو حدا المحكمه الابتدائيه. عبد المولى تبارك الله عليك اختي نادية، الله يبارك فيك خويا عبد المولى، الله يكبر بيكم ام ولادي غزاله ما شاء الله عليك اختي نادية، الله يحفظكم خوتي وينوركم ويحفظكم لينا من كل اذى ومن كل شر، فخوتي ما كننافقكمش، توفيق خيري تبارك الله على اختي نادية، الله يكبر بك اخويا توفيق، شكرا لك لله يخطيكم خوتي، راني ما كننافقكمش ملي كنقول خوتي خواتاتي عائلتي الثانيه، فوالله خارجه من القلب، لان الوقت اللي كنقضيه معكم اكثر ما كنقضيه مع عائلتي لا الصغيره ولا الكبيره، يعني وقتي كله معكم، حسيت فعلا بان عندي واحد العائله، ملي كنطلق اللايف عارفه بان ملي كيشوفوا مثلا مباشره من خريبكه او مباشره من نواحي خريبكه او مباشره من فقيه بن صالح او يعني الجهه، كنعرف بان العائله ديالي كتدخل متتبعين، تيحبوا الاخت ناديه او تيحبوا المواضيع ديال الاخت ناديه راهم تيدخلوا، فالحمد لله عندنا واحد العائله مجموعين، كنحبوا بعضياتنا كنحترموا بعضياتنا، الله يحفظكم لنا من كل اذى ومن كل شر يا رب. احلى واطيب صحفي، الله يعطيك العز والنصر سعاد رتيب، الله يكبر بك اختي، والله يعطيكم العز ونصر لنا جميع ولجميع المسلمين يا رب يا رب يا رب. الحمد لله خوتي اللي نوصيكم عليه هو رضا الوالدين، شتي والله اللي خدا الرضا من والديه ما عمرو يخيب وما عمرو يخاف، وفي كل خطوه تيجعل له ربي فيها سلامه، ديما حاولوا تبقاو دائما دايرين الخاطر لوالديكم، ديما كونوا قراب لوالديكم، الكلمه الطيبه وربي سبحانه وتعالى راه تيسر ويعاونكم، ملي كتدي كما تنقولوا داك الطبع ديال الرضا طبع لاكارت ديال الرضا، ربي تيفتح لك بيبان الخير فين ما مشيتي فين ما درتي يدك، ربي كييسر لك. ابو يوسف فريتوني خريبكة في القلب، صباح الخير عليكم، تحية للأساتذة، تحية لكم، صباحكم مبروك، تحية لكم، الله يحفظكم، الله يخطيكم، شكرا. خريبكة في القلب، أبو يوسف أكيد خريبكة، ناسها طيبين، ناسها كرماء، وفي القلب أكيد. توفيق خيري رجعي، فين رجع توفيق؟
انا دابا حدا بريد المغرب، فين نرجع؟ انا دايره هذا الطريق لان عندي مباشر في البريك، يعني قلت غادي ندير معكم جوله وفي نفس الوقت انا غاده لجهه البريك. شكرا جزيلا لك اختي، الله يحفظك وينورك ويرزقك كل ما تمنيتي. بشرى يا ربي امين، ولكم بالمثل كلكم، ولكم بالمثل، نتمنى لكم كل خير يا رب، واجعلنا من الماء كل شيء حي فعلا ونعم بالله، الحمد لله. ربي رحمنا وملي شفنا هذا الشتاء والله الا قلوبنا فرحات وحسينا بواحد الفرحه كبيره، وحسينا باللي الا كان ايماننا بالله قوي راه ربي كيستجب لينا. حنا درنا الدعاء من القلب وطلبنا الله يرحمنا، وهذه رحمه نزلت حمدنا الله عليها وشكرناه يا رب. كما تغسلت خوتي شوارع المدينه كما قلت، لان كاين خوتي اللي عاد التحقوا بنا في هذا المباشر، فشوارع المدينه ولات نقيه وتغسلات وتنقات، فيا رب غسل القلوب ديالنا من الحقد والحسد والكره. ما بغيناش تكون عندنا شي بلاصه. تحيه تحيه لك، شكرا. كاينين بعض السائقين والله محتارمين تبارك الله، وكي يكونوا متسامحين في الطريق، يوقف لك انت باش تدوز، يوقف للمره باش يدوزوا، وهذا الشيء اللي بغات الطريق فعلا، خاص التسامح يكون في الطريق. اذا هنا مشاهدي قناه شوف تي في، كما قلت بغينا الله سبحانه وتعالى يغسل القلوب ديالنا من الحقد والحسد والكره. علاش؟ لان ملي كنملؤوا القلب ديالنا بشي كره ولا بشي حقد راه كتعمر البلاصه وكتبقى انت اللي ممحن، انت اللي ممحن. علاش؟ لان شاد في خاطرك وشاد في قلبك والحقد، وتحقد على هذا وتكره هذا وتشد في خاطرك من هذا، كتجي غير فيك. ولكن الا صفى قلبك وخليتيه خاوي وصافي تملؤ كيعمر غير بالحب، هذاك الحب كتولي انت كتعطيه وكتاخذه، كتعطيه وكتاخذه، تعطيه لوليداتك، تعطيه لوالديك، تعطيه لحبابك، تعطيه لاصدقائك، تعطيه لخوتك المسلمين كاملين. اما الا عمرتي بالحقد راه ما كتبقى لكش البلاصه، كتبقى غير كتجي غير فيك غير انت. اذا مازلنا معاكم. توفيق واش كاين في القهوه ولا فين؟ توفيق كاين في اماتيس، وتوفيق راك هنا. حيت شفتو في التعليق قال لي رجعي، فين رجع توفيق؟ اهلا وسهلا توفيق، لاباس عليك؟ كي داير؟ بخير. كي جاك الجو ديال الشتا؟ اش تقول لخوتك المغاربه؟ والله الله يلطف علينا والله يبعد علينا هذا الوباء، وتبارك الله عليك اخت ناديه، حنا متبعينك يلا كنت كنتفرج فيك والله القاسم، وتبارك الله اخت ناديه. كي جاك الجو ديال الشتا؟ الجو زوين تبارك الله، كل ربي يرحمنا الحمد لله، وكل شيء زين الحمد لله، الله يعطينا الصحة والسلامة. البنيات لاباس عليهم والوالدة؟ كل شيء بخير اختي نادية، الله يحفظك. تحية ليك وتحية لصاحب المقهى أماتي، شكرا لكم، الله يبارك فيك. شفتوا في التعليق كان كاتب لي رجعي، فين نرجع؟ الساعة قول لي كملي الطريق راني حداك. توفيق خيري، كاين بزاف الناس اللي كيعرفوه هذا النادي في مقهى أماتيس. كان فترة الحجر الصحي دار شي حاجة زوينة بزاف، حبيناه وحبوه كاع الخريبكيين. فترة الحجر الصحي كما عرفتوا المقاهي تسدو يعني، والحجر الصحي يعني كان هو نادي بمعنى انه توقف من العمل، ما بقاش عنده عمل. شنو دار هو والاصدقاء ديالو؟ جاتهم الفكرة انهم يديروا يكونوا متطوعين، يبقاو يوصلوا الصخرة للناس ساكنة مدينة خريبكة بالمجان، بالمجان. خلوهم قالوا لهم شوفوا الخريبكيين انتم جلسوا في ديوركم، وخلوا الارقام ديال الهاتف ديالهم هو والاصدقاء ديالو، قال لهم ساكنة مدينة خريبكة ها رقم الهاتف ديالنا، انتم تواصلوا بينا، تواصلوا بينا ونوصلوا لكم الصخرة ديالكم حتى للدار. علاش؟ كنقولوا توفيق علاش درتوا هذه المبادرة؟ قال لك باش ان شاء الله دغيا يترفع علينا هذا الوباء وما ينتشرش الوباء، ونقدروا نرجعوا للعمل ديالنا، نخدموا على وليداتنا. كانت يعني النية صافية الحمد لله، كانوا في خدمة الساكنة وكبروا في عينينا ربي يحفظهم، يعني كان توفيق وجلال
كان توفيق وجلال وسفيان وسفيان والسي محمد، كانوا خمسة بهم. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، كانت هذه هي الأجواء بشوارع مدينة خريبكة. تونست معكم، شفنا الأجواء، درنا الدعاء، كنعرفوا نادي بخير الله، بخير الله يعمرها، دار ابو يوسف. كتعرف توفيق فعلا خويا، حتى اللي ما عرفوش كان تعرفوا عليه في الفتره ديال كما قلنا في فتره الحجر الصحي. مرحبا خوتي، تشوفوا معنا هاد اللوحات اللي في هذا الجدار هذا، وحنا في الطريق اللي مزينين بها هذا الجدار. تحيه الاخوان اللي رسموا هاد اللوحات في هاد الجدار، جمعيه فنون الصباغه، تحيه لكم. لان ما عرفتش انا شكون البير هنا، سميتو البير ما عرفتوش، وتحيه ليك وتبارك الله عليك يعني على هاد الرسومات. حتى هنايا البير، واو داكشي زوين ما شاء الله. والله الا كاينين تبارك الله خوتنا المغاربه، راه كاين الفن، كاين فنانه، كاين خص غير اللي يدفع بيهم، غير اللي يشد بيديهم. حتى هذه البير، المهم تما البير اش يعني، يكون حسن ولا حميد ولا المهم البير. تحيه لك اخي، بالصدفه حنا دايزين وشفنا هاد الرسومات، وبغيت خوتي يشوفوهم معنا. حتى هذه يعني كلهم نفس الشخص، راه كاتب الاسم البير. تحيه لك اخي، تبارك الله عليك. والله خريبكة فيها فنانة تبارك الله، فيها يعني كاين الشباب يعني يقدروا يعطيو الكثير والكثير، ولكن خص اللي ياخذ بيديهم. ان شاء الله نخضروا عويناتنا ونشوفوا هاد جماليه هاد الصور او هاد الابداع من الاخ البير. نشوفوا الرسم الاخر، هو نفس الشخص البير. واو شوفوا على الصوره. في اخباركم انا بعدا دابا اول مره تاملت فيهم، وحق الله العظيم اول مره كنتامل في هاد الصور الرائعه، وكنقول الاخ اللي قام برسم هاد الرسومات على هذا الجدار هنا بشارع محمد السادس المعروف بشارع الزلاقة. تنقول ليه تحية لك وتبارك الله عليك. واتي أمين نابولي، واتي قولي الحقيقة تاع المدينة ومعاناة ديالها مع محنين منها الدولة وحقرينها. شوف اخي، ماشي ديما غادي ندير مباشر ونبقى نهضر غير على الخايب، وماشي ديما غادي نقولوا العام زين. انا الهدف من هذه الجوله ديال الصباح ما بغاش نهضر على المشاكل، ها جوله اما جيت نهضر على المشاكل، ها المشكل الاول، ها علاش كنقولوا الله يعطينا على عقد قوادسنا. مشاكل كاينين، الشباب كيتخبطوا في بزاف ديال المشاكل، المدينه كتخبط في بزاف ديال المشاكل، ولكن ماشي ديما انا ننكدها على خوتي. واحد النهار بحال دابا باغا ندير مباشر جوله زوينه، كتناقش معاهم، كنداعى معاهم، كيداعوا معانا، ملي غادي يكون موضوع باش غادي نناقشوا مشاكل المدينه اللي كتخبط فيها، راه غادي نديرها في العنوان ونتطرق ليها. انا ما كنغطيش الشمس بالغربال، وانتم عارفين قناه شوف تيفي كتنقل الواقع، والواقع ها هو امامنا. نهار غادي نبغي نهضر على هذا الواقع غادي نديرو في العنوان باش تشاركوا معايا. اول واقع، الا داز طاكسي دوش لك، داز طوموبيل دوش لك، هذا واقع. ولكن للمره اخرى ماشي ديما انا نجيب غير اللي يمرض ليا خوتي. واحد النهار بغينا نديرو جوله ما فيها حتى شي مشاكل، جوله كنتبادلوا التحيه مع بعضياتنا، ما بغيناش نتطرقوا، راه كنشوف قدامي بزاف ديال الحوايج. ولكن
كل مباشر والوقت المناسب له. هذا مباشر ما بغيتش نذكر فيه كاع المشاكل، هذا مباشر كنصبح على خوتي، كنشوف خوتي كيشوفوا شوارع المدينه، كنشوفوا الحمد لله طاحت الشتاء كنحمد الله. هذا مباشر ديال كنحمد الله وكنشكره على هذه النعمه ديال الشتاء. اذا ماشي كنغطي الواقع ولا، راكم عارفين والدليل على ذلك راكم شفتوا اكثر من مباشر، الا كنتم متبعين معنا راه اكثر من مباشر كنتناقشوا وكننقلوا يعني الواقع بالصوت والصوره، وما كنخبيو حتى حاجه وما كان ولا نجامل احدا ولا نخاف احد، ما كنخافوا حتى من شي حد وما كنجاملوا حتى حد. اللي زوينه كنعطيو عليها التحيه والشكر، واللي خايبه راه كنوريوها بالواقع بالصوت والصوره. اهلا وسهلا، تحيه لك خويا بخير، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم خوت. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، صباح الخير. ما بقى لي الا نقول لكم تبارك الله عليكم، تحيه لكم، الله يحفظكم خوتي من كل اذى ومن كل شر. ما تنساوش تشكروا الله، لان اللي ما شكرش الناس ما يشكرش الله. يعني شكروا اي واحد قدم لك يد المساعده، شكروا اي واحد كيقول كلمه طيبه، شكروا اي واحد كتشوفوه غادي في الطريق الصحيح. اللي ما شكرش الناس ما يشكرش الله. اذا هنايا نشكروا الله، سلام خويا بخير، شكروا الله سبحانه وتعالى ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه ديال الشتاء. وكما قلنا خوتي، كما ربي سبحانه وتعالى اغسل شوارع المدينه، كما كتشوفوا الله يغسل قلوبنا من الحقد والحسد والكره يا رب. بغينا نحبوا بعضياتنا، وبغينا نحضنوا بعضياتنا، وبغينا نحسوا بعضياتنا، وينزل الرحمه في قلوبنا. شكرا لتتبعكم خوتي، شكرا للمشاركه ديالكم معنا، شكرا للدعاء، وشكرا للحب والاحترام اللي كتكنوا لنا، والحمد لله بيناتنا حب متبادل واحترام متبادل. الله يحفظنا ويحفظكم من كل اذى ومن كل شر، الله يهدينا ويهديكم خوتي، الله يشافينا ويشافيكم، الله ينزل الرحمه على العباد ديالو. شكرا لتتبعكم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء، نتلاقاو في مباشر اخر ان شاء الله.